هذا سائل يقول: لي والد توفي منذ مدة طويلة، وقد سبق أن ذهب للمدينة المنورة بغرض الزيارة مع سائق، وهذا السائق سقط يعني عاكس على صاحب سيارة أخرى لا نعرفه، وقد اشتكى السائق للمركز، وعند سؤال الضابط بالمركز شهد والدي مع السائق الظالم، قد يكون من باب النخوة أو الجهل. وبعد مدة حضر لي السائق وذكر لي بأن والدي على باب الجنة لا يحبسه سوى شهادته لي، وقد ذكر له بأن شهادته لي سبب في حرمانه ودخول الجنة، ما الذي يفعله يلزمه؟ والدك توفي، هو توفي، الشاهد اللي شهد توفي، وانت ابنه، عليك انك تروح للمظلوم اللي شهد عليه بغير حق، تطلب منه المسامحة، تطلب منه انه يحلل والدك ويسامحه، هذا هو الذي يسعك. نعم.